انا سميتي عايشه العوني، انا كنسكن في حي سوبر فوسفات الرقم 31. عندي المشكله سيدي مع لوسي. لوسي اخ ديال الزوج ديالي، اخ ديال الزوج ديالي كيتهجم عليا ودايره بيه خمسه دعاوي، خمسه الشكوات اللي دايره بيه في كوميساريه 33. هاد السيد حقرني، كيتعدى عليا، كيحاول يغتصبني، كيتحرش بيا، كنخرج بغيت نسيق بابي وكيحرموا عليا. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا الاخ ديال الراجل ديالي، هاد السيد هذا تعدى عليا من اول اعتداء سجلته هو ملي كنت حامل بنتي. دابا عندها 5 سنين ونص، غتدخل هاد العام تحضيري. كرشي لفمي والجيراني يقولوا كلمات حق، هاد السيد تبع لي كرشي لفمي بجلوي. كنجري وشهري هذاك كنجري ورجليا كيضربوا في ظهري، ومشيت للكوميسارية وديكلاريت بيه، وجاو الناس من الجيران كيقولوا لي سمحي ليه على وجه امه والام ديالو حتى هي مشجعاه في هذا الشيء. انا رغم ذلك درت على وجهها، هي سيدي هذه الدعوه الاولى، الدعوه الثانيه انا مشيت شكيت به، الدعوه الثالثه، الدعوه الرابعه، الدعوه الخامسه محاوله اغتصاب راجلي خدام بالليل. اقسم بالله العلي العظيم وعزته وجلاله، وانا كنتمنى الله يا رب تنصرني، ولا كذبت الله ياخذ فيا الحق. انا ما مسامحش لهذا السيد، هاد السيد شرا كل شيء، هاد السيد هذا عكرني وقهرني وبزاف د الحوايج. ومشيت لطرون طروا في هاد الدعوة الأخرى قبل من هادي، مشيت لطرون طروا وديت ليهم سيدي، حيت أنا ملي قبل ما يكون عندي سيدي كنمشي عند راجلي كنتشكى ليه كأي زوجة، كنقول ليه الله يرحم والدين خذ ليا حقي، راه خوك ظلمني وقهرني وراه بزاف. أنا واخا أنا وليت باغي نهرب بحال هاد نمشي بحالي، كيقول لي أنا صبري راه الا مشيتي تدعيتي ولا شي حاجه ولا مشيت درت معها شي حاجه راه امي غدير لي العنف ضد الاصول وغتصيفطني. اه هذا راجي يعني اللي غيحامي عليا حتى هو مهدد باللي غيديروا لي عنف ضد الاصول وغيصيفطوا للحبس، ما لقيتش اللي دافع عليا. الدعوه اللي قبل من هذه كنت سيدي سارة كنصايك كايها الناس، الام ديالو هزاتو من فوقي، من فوقي هزاتو، ومشيت للكوميساريه وقالت لي سامحي، وهذيك الدعوه الخامسه وسمحت على وجه الام ديالو، وعارف الله سبحانه وتعالى لا سمحت لنا الله سبحانه وتعالى هو اللي غياخذ ليا حقي. وهذه الدعوه هذه خرجني مشى ليا بعد اول حاجه بعد تعدى عليا دق عليا في الباب، كيف رقع عليا في الباب وعدي التسجيل ديالو كيدق عليا يا الفاعليه التركه وكيضرب عليا في الباب ندير لك ونفعل لك. امه ماشي كدوي معاه راني مسجلاها، كتقول لي سكتي سكتي ما تهضريش درك جي راجلك، خاصها تقول الولد اسكت راه ما تهجمش على مرت خوك. قالت لي لا سكتي انت ما تهضريش راه غيجي راجلك وراه تسجيل صوتها مسجلاها وديته للكوميساريه. راجلي خايف من دارهم حيت غيديروا لي العنف ضد الاصول، انا ما عندي حتى واحد اللي يحميني. ومشيت للكوميساريه وديت لهم السيدي وقلت لهم هانتوما ها الدليل، حيت هذا مني راجلي ما كنقدمش ليه الدليل مني ما كانش عندي تليفون، انا كنخدم مع الناس باش نعيش وليداتي، ما كانش اللي غيجيب لي وليداتي هو على قد الحال، مره خدام 10 ما خدامش، كنخرج باش نجيب وليداتي طريبه الخبز خدامه عند واحد السيده ما عرفتش حبيبتي حقره، انا ما عنديش شي واحد اللي يحميني، ما كاين حتى شي نزاع. هاد السيد حاقرني، كان النزاع الاول عنده مع مرت عمو جرى عليها خواها الدار بحال هاد الشيء، خواها الدار ملي جا عندي مشيت للكوميساريه سجلته ما كانش عندي تليفون، كيقولوا الراجل كيقول لي كذبت وكيخليه يعطيني قتله العصاب، كيقول لي علاش كتقولي يما كذبتي وانا اقسم بالله ما كنكذب، كيقول لي قالت لي يما كذبتي كنا كنت قلت لها صا وكنت كنبش وكنت سكت. ملي كنمشي عند الوالد ديالي، الوالد ديالي كيعرف بيني وبين الله، داير حليا الحجر على ولادي، السقف كله مهرس، وعاودوا تشوفوا دابا دابا عاودوا تشوفوا السقف عندي كله مهرس الدوايا، نبي الغنشكي الراجل خايف من امه، الدريه شروق تفاع على ظهرها والله شاهد عليا، الدريه ولا عندها رعب دابا، إلا شفتيه دايز هو إلا كتشوفو أقسم لك بالله إلا كتهرب. وجا راجلي ما كاينش، مورا فاش مشيت ديكلارت 20 يوم وأنا كنمشيو نجيو للكوميسارية، قال لي داك نائب الكوميسير قال لي غنمشيو معاك، قال لي سيري حنا غنمشيو. نهار اللي جاو ليه خرجت الأم ديالو قالت لي شوفو أنا ولدي أنا غنجيبو لكم بيدي، دقوا عليه غنجيبو لكم بيدي غدا مع 12، قال لها مع 12 يكون عندنا وبعدو من هاد السيد راه قهرتوها. راه شحال من مره وهي كتجد عليكم راه حشومه، ما ديروش ديروني اختكم ديروني امكم ديروني اي حاجه،
حسبي الله ونعم الوكيل. راه هاد السيد راه قهرني، طججني من محالي، خرجني، تعدى عليا، راه الله شاهد عليا. انا كذبت على هاد السيد، راه حقرني، راه حقرني. انا كناشدكم هاد السيد شي نهار غيدبه، الا وقعت شي حاجه انا كنحمل المسؤوليه، شي نهار غيدبحني انا وولادي.